أبنائي وزملائي المحامين، الحقيقة أنا أمامي مشهد يصعب علي أن يمر بلا أن أذكر قدره. أنتم أمامي الآن تحت شمس حارقة وهواء بارد، ومع ذلك هذا الإصرار في الجلوس والانتظار والحضور والاستماع، أقول أن ذلك تاج على رأسي كنقيب للمحامين. وإنه هذا المشهد لا يقل في نظري، لا يقل في نظري عن مشهد 15 يناير 2019، مشهد يوم الكرامة